السلام عليكم أعزائي متتبعي القناة شيف مرين، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيت نحضر معكم لاباط غيزي. كيف ما كتشوفوا معايا في المقادير، غادي نحتاج 250 غرام ديال الطحين، معلقة كبيرة ديال سنيدة، بيضة واحدة، شوية ديال الملحة، و 125 غرام ديال الزبدة. غادي نبدا على بركة الله. غادي ناخذ إناء فاش غادي العجين، غادي نبدا الطحين، غادي نضيف عليه معلقة كبيرة سنيدة، واحد شوية ديال الملح كيف ما كتشوفو معايا. بالنسبة للبيضة ما غاديش نديرها دابا، غادي ناخذ 125 غرام زبده اللي كيف ما كتشوفوا معايا قطعتها هكا على شكل مكعبات باش تسهل عليا انني نعجن لاباط بغيزي. من الاحسن ان تكون الزبده على درجه حراره المطبخ. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندخل هذه الزبده في الطحين كامله، وكيف ما كتشوفوا معايا يعني ما كنعجنهاش ديكهاش غير بالراس ديال السبعة، هما باش كنخدمو لاباط بغيزي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلت الزبده كامله في الطحين كيف ما كتجي هكا مرمله. دابا غادي نضيف بيضه، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الماء يكون بارد يعني من الفريكو، وبنفس الطريقه غادي نعجن غير بالراس ديال الاصابع. بالنسبه للسر ديال النجاح ديال لاباط بغيزي هي هاد المعلقه كبيره ديال الماء بارد. غير بالراس ديال الصبعان ديالي غادي نبقى نجمعها حتى غادي تجمع ليا مزيان. شوفوا معايا بدات كتجمع، ما غادي نضيف عليها حتى شي حاجه اخرى من غير البيضه اللي ضفت ومعلقه كبيره ديال الماء بارد. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجدت العجين ها هي كيفاش حصلت عليها. دابا غادي نلويها في السلوفان وغادي نخليها ترتاح لمده 15 دقيقه وعاد نخدم بها. كما كتشوفوا معايا هاستيت عليها بسروف مزيان. دابا غادي نخليها لمده 15 دقيقه. من بعد ما خليت العجين ارتاح لمده 4 ساعه غادي نخرج ليه السروف. انا هنا
ديت الكاغيط اللي قديته على المول اللي غادي نخدم. غادي نرش شويه ديال الطحين باش ما يزلقش ليا الكاغيط. وغادي نبدا نطلق العجين. لا شوية بشوية من بعد ما سرحتها لاباط بغيزي على هذا الشكل هكا ديال البوبلي بغيز، غادي ناخذ المول. بالنسبه لاباط بغيزي يعني ممكن ان ندهن المول يعني بالزيت او الزبده ونرشو بشويه ديال الطحين او لا مين اللي يعني اللي حبيتو، يعني ممكن انكم ما تدهنوش. انا هنا غادي نرشو بعد يعني عوض ما دهنتو انا هنا بالزبدة ولا الزيت ورشيتو بالطحين، درت هاد البرودوي هذا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما شكلت لاباط بغيزي على شكل اللي بغيت، غادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل على درجة 250 درجة. من بعد ما دخلتها للفران رديتها على درجة حرارة 190 درجة. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لاباط بغيزي. انا هنا طيبتها يعني نص طيبه يعني باش يمكن لي نعمرها يعني اما حلوه يا اما مالحه على على حسب اللي بغيتو. نتمنى ان وصلتنا العجب ديالكم. بالنسبه لاباط بغيزي يعني قبل ما كندخلها للفران تقبي على هذا الشكل هكا بالفرشاه وهكا كنكون وصلنا يعني النهاية ديال الفيديو. كنتمنى ان وصلتنا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلا لايك وبلا جيم ديالكم وبصحة والراحة.